هل في اي عروض جديده من الوزيره؟ مفيش، فكرة الاعتصام مروحه، مش عندها اي حلول، بتفاوض بس. هل قالت لكم طيب ان الشركه اتباعت ما اتباعتش؟ مفيش اي خالص تفاصيل حوالين ايه مصير الشركه دلوقتي؟ هي اعترفت بنفسها لاعضاء النقابه والعمال اللي كانوا هناك ان البنك بيحكم حوالين شراء اللي يخطب بيها ارضيه ويبيعها، هي اعترفت كده بنفسها، بس هي قالت انا مش هديله الفرصه انه يعمل كده، بس فين واحنا برضو كده كده ما وصلناش لاي حل. هو كم عامل وعامله معتصمين دلوقتي يا استاذه انا؟ حوالي 150. طيب احنا قرينا شويه اخبار مقلقه شويه في الجرايد، يعني حوالين محاوله انتحار هنا حصلت في الشركه امبارح، ممكن تقول لنا عليها ايه اللي حصل؟ والله هو حاله كابتن ان ما فيش اي مسؤول بيعبرنا ولا بيجي لنا ولا يسالنا انتوا عايزين ايه ولا بيحاول يتفاوض معانا لابسط الحدود، حتى يعني حتى احنا لنا حدود ماشي ان ليه غاليه ولا رخيصه ولا كده، يتفاوض معانا وصلنا لاي حال، ما فيش اي حد جالنا حاله اكتئاب. طلعنا حوالي 25 عامله، عملنا اعتصام على السطح بتاع المصنع من صباح ربنا لما الاخر نهار في عز الحر من غير اكل ومن غير شرب، وطبعا الجهات الامنيه عايزه تطلع تنزلنا بالعافيه، فاحنا هددنا لو حد طلع ينزلنا بالعافيه ان احنا ايه حد هينتحر مننا، انما طبعا ما حصلش اي خسائر والحمد لله، وما حدش جالنا برضه ولا عبر فين.